سنة عايزين يعني نبدأ 28 سنة؟ أنا تخيلت 18. لا تخيل، لا 28 سنة. أنت دارسة إيه؟ بس برضو صغيرة. أيوه دارسة تصميم أزياء. تصميم أزياء. طيب إيه بقى اللي خلاكي تتجهي من تصميم الأزياء لتصميم الأكسسوار وإمتى؟ أنا بدأت في 2019 بعد ما اتخرجت من الجامعة بسنة. اوريدي تصميم الازياء انت بتمشي نفس البروسيس ان انت بتستوحي بافكار او حاجه تاريخ او تراث او كده حاجه حواليكي وتبتدي تعملي كولكشن ده كده في الازياء او في المجوهرات، بس بقى بيختلف بس في التنفيذ. فبدات بكولكشن الاول كانت عباره عن حلقان، بعد كده بقى ابتديت اسمع للكاستمر نيدز وكده، لقيت ان الناس جالي فيدباك حلو، الناس عاجبها الحاجه، ابتديت بقى اسمع ان لا ليه ما بتعمليش غوايش، ليه ما بتعمليش كوليه، ليه ما بتعمليش خواتم، فابتديت اعمل كولكشن كامله. طيب ليه معظم اكسسواراتك واحنا شايفين يعني حاسه انها مستوحاه من الروح الفرعونيه كده؟ ورينا بقى واشرحي لنا، وقولنا يعني هل فعلا كل كولكشن بيبقى مستوحاه من حاجه يعني بتجيبي الهاماتك منين الانسبيريشنز؟ دي حقيقه فعلا اغلب الكولكشن بتاعتي انا عندي من صغري وانا بنبهر بالفراعنه، بشوف الحضاره الفرعونيه، بشوف ان هم كانوا ناس بايونيرز، كانوا ناس ناجحه جدا في كل على كل مجالات العماره واللبس والمجوهرات، وحتى كفايه اللغه بتاعتهم الهيروغليفيه ممكن تطلعي منها رموز كتير قوي وموتيفز تقدري تطلعي منها كولكشن. ففعلا عندي كولكشن بتبقى من الحضاره الفرعونيه، عندي حاجات بتبقى من القاهره الفاطميه، عامله حاجات اللي هي من الارابيسك وعلى شكل الاوبب وعلى الحاجات دي المكرميه. ايوه بس ايوه. فضلتي على كده ولا بتغيري من كولكشن للتاني؟ لا ممكن اكيد بغير من كولكشن للتاني، ساعات برضو بدخل الكتابه العربي وامزجها مع الحجاره وكده، وساعتها ادخل الحضاره الفرعونيه بس. وممكن يجي بقى وقت الصيف وكده ممكن اعمل حاجه تكون كوميرشال اكتر، مثلا ادخل السيشال والحاجات. يا منى انت امتى قريتي على الحضاره الفرعونيه وانت لسه صغيره؟ 28 سنه لسه صغيره. لا قريت. خلصت دراسه امتى وخدتي كمان كورسات في الديزاين بتاع الحاجات دي؟ ما انا عشان دارسه اوريدي في الجامعه تصميم ازياء وانا غاويه الحضاره الفرعونيه، احب اقرا واعرف. التصميم انت اللي بتعمليه بنفسك؟ انا اللي بصمم برسم بنفسي. على التنفيذ؟ بقف على التنفيذ وبنفذ مع عمال يعني. طبعا اكيد طبعا. بس بتصممي وترسمي بنفسك؟ دي طب ناخد مثلا قطعه زي الكوليه ده الاخير ده اللي عامل كده، ده مستوحي من ايه وبتوصلي له ازاي؟ يعني هل بتقري، هل بتزوري حتت، بتعملي ايه بالظبط؟ السيلفر ده الفضي ده مستوحى من الـ من الـ من اللوتس ومن نوع ارت كان اسمه ارت نوفو، كان منتشر زمان، كان شكله جميل قوي، كان في العماره وكده. بس برسم التصميم وبعدين بقعد على ايد حد بيطلع لي. ايوه بتجيبي بقى الحاجه منين بتاعت الارت القديم ده؟ صور كتير قوي قوي قوي، وبقعد اتفرج بغذي يعني دماغي بالفرجه.